الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يزيد الأكل عندنا في البيت فنعطيه، يزيد الأكل أحيانا عندهم في البيت، يقول فنعطيه لصاحب البقالة الذي أمامنا بنية الصدقة، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم هذا جائز، سواء بنية الصدقة أو بنية الهبة والهدية، هذا من باب حفظ النعمة، وجزاكم الله خيرا، وهذا خلق حسن، وأتمنى أن يتخلق به هؤلاء الذين يكفرون نعمة الله في بقايا الطعام، يرمونها في سلة المهملات، حتى رأينا مناظر مقززة تجعل القلب يخاف من نزول عقوبة الله عز وجل في إهدار هذه النعمة التي يموت الآلاف على وجه الكرة الأرضية يتمنون شيئا منها. فالإنسان إذا فضل عنده شيء من هذه النعم مأكولة كانت أو مشروبة فليبحث عن الفقراء والمساكين، فإن عباد الله الذين يحتاجونها كثير، فهذا من باب احترام النعمة ومن باب شكرها، بل إن الإنسان بهذا الفعل يسعى سعيا حثيثا بأن يبقي الله تحت قدميه بساط نعمه. وأما إذا كفرت نعم الله عز وجل وجحدت بإلقائها في سلة المهملات وبإهانتها بمثل هذه الصور المقززة التي لا تخفى على شريف علم الجميع، فإن بساط النعم من تحت أقدامنا سيسلب، كما قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فالنعم تقر إذا شكرت وتفر إذا كفرت. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بل إن الشريعة جاءت بأعظم من ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواحد منا إذا سقطت منه لقمة على الأرض أن يأخذها ويزيل ما بها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان، كما ثبت ذلك في الصحيح. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فإذا فضل شيء من الطعام ووجدتم فقيرا أو محتاجا وأطعمتموه أو وضعتموه في مكان ترده الكلاب والسباع أو القطط، فكل ذلك من الصدقة لكم، ترجون برها وثوابها عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.